قلنا هذاك النهار تاع الزياده غير يزيد الطفل كيما زمان وكيما الان يروح الاب تاعو خالو جدو ياذن له، وإلا كان ولادي خرجوه بالبرنوس وصغاريت وحتى البنيتة ويلبسوا لهم لبستهم الأولى ويجيبوه للدار، غير يدخلوه للدار زمان كانت واحد العادة قبل ما يدخل في الباب في العتبة يقيسوه على باب الدار، يقيسوه حتى للفوق يطلعوه معناتها هكا يطلعوه، يقول لك باش يعلى كيما الباب ويعيل كيما الساس. وناس زمان يكونوا الجيران والحباب خطر فرحة كبيرة، هذا خير من عند ربي، يحكموا هذاك المولود ويقيسوه على الساس، يقولوا له الساس يتكسر وليدي يكبر ويتجبر، الساس يتكسر وليدي يكبر ويولي لاباس. هذه عادة من المعتقدات ويدخلوه بالزغال. في هذاك الأسبوع على بالكم ناس زمان كانوا يداووا بزيت زيتون على بالكم يديروا اللبخة يديروا له الملغيغة تاعو، الملغيغة نقولوا صالح يا اخي من الغيغه هي لا فونتانيل، هذيك تكون محلوله تعرفها؟ لا 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 زهره شرحي له. لا لا هذيك اللي تكون في راس البيبي هنا يقول لك فبات محلوله، تكون محلوله راسه محلول هذه على بالي وصل الميساج خلاص. إيه؟ اذا يديروا لها زيت الزيتون. عماد تفكر عماد كانوا يديروا زيت الزيتون وكانوا زمان يقمطوا ولا يقمطوا. ايوه اللي قالوا مؤخرا باللي ماشي مليحه ويا لا لا حنا كامل تقمطنا ورانا الحمد لله. يقول لك 3 شهور قماطه باش نجاوبهم وربع شهور حواطه. معناتها 3 شهور هو يتقمط 3 شهور هو يتقمط ولا 40 يوم وربع شهور حواطه كيما راهم دايرين لا مود دوكا، البيبي لاحطوا في البنك ديالو يديروا له مخدات. هي زمان كانوا يديروا له المخدات ويعيطوا له الحواطه باش يبدا كيما نقولوا يقلب يشد روحه. بارك الله فيك بطبع. المهم هذه مكون مكون مؤهل صالح، هذه هي انا نديروا له في التكوين. المهم هادو من بعد العادات، من بعد العادات تانيك المزيود كيجي يديروا له الكحل في حويجباته، يقول لك باش يخرج مكحل كيما صالح. صح والله يا اختي اسمح لي. اسمح روح. كاين واحد اللي انا مره صارت لي مره في حياتي واحد البيبي رحت لقيتهم دايرينه هنا خط وهنا والله مسكين شوهوه. لا لا ماشي هكا يعني يديروا له خط في بلاصه يحرق ايموجي بان انجري بيرد يبان هذوك تاع التليفون ايموجي اللي تبعته. هو علاش زمان زمان كان هذا الكحل دواء الملائكه هكا نورمال. هو زمان كان دواء علاش يكحلوا له الكحل بالك تاع زمان مخدوم يعني تراسي له اتجاه الشعر شويه برك ماشي درت الحرق وصحتي ليا انا هذاك اللي لقيته فريعا بركي ليا يما مكتوبي ولا ليا هكا يقولوا ناس زمان. وقولي لي على هذيك كملنا هذو انا الحاجه اللي حبست لي راسي تاع لي كيزام يقولوا هذا عنده زهر مشطط له القدام. شنو هذه يا زمان يقولوا مشطوا القدام يقول لك باش زهرو يجي مليح خاطر كي تمشط له تسلس له شعره يكون شعره مليح. هذا ما كان يقول لك يخرج عنده الزهر يخرج عنده زهر اللي عنده الجبهه الكبيره ناس والله ما له بال. زمان زعما كانت زعما طفله ولا كي تتكومبليكس من الجبهه تاعها ولا يقول لها لا لا عندك زهر هذه من الزهر ديالك. زعما عندهم الجبهه عندهم الزهر بطبع مطفره فينا انا وياك زهره ما معناش بزاف ناس زمان يقولوا هكا باش يصبروا. وكانت زمان يعني الرضيع كان جه الشهاقة ولا الشهاقة قولوا نقولوا لها الكبايرة في الشرق. الأوكي الأوكي وش ديروا له قولي لي ديروا له ديك هندوشي جانيتو قولي لي لا درتيها ولا لا زهرة يسيو أنا نديرها للدرك ولادي أنا قد جو الخيط الأحمر في السرير هكذا نكوروها نكوروها ونديروها. وناس زمان يغنوا واحد الغنية قولوا غنيها لكم غنيها لنا وي شهاقة المهاقة روحي طريق الصواقة تلقي شيخ بسبيحتو ارشقيلو في رقبتو. صح معناتها كي تروحي ليه باش هو زعما هما ميلتيو فيه هي سي تونو باش تروح له اكي تغني له اكي تغني له يلتها بك وزعما يقولوا زعما المعتقدات تروح لهذاك الشيخ زعما وتلشق له لا هو تجي الشهاقه وليدك تروح له. هي الحكايه هو انه في هذاك الوقت يعني هي هذيك الكبايره الجور غنقول لي لا باسيون فضلكم هذيك الجور يعني نقولوا كالكو سكوند لو طوني تتقطع الخيط الاحمر ودير له راحت طفرت. بصح معليش كاين اغاني بصح النيه زمان كانت سي تاع النيه علاش نحب العادات والتقاليد وانت على بالي بلي انتم تحبوهم المشاهدين في واحد صح صح فيهم دوكا سي اون غوماركي ولا كل شيء هذيك ما كاش منها عادت لو كو دو لا في راح يعني.